بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. بعدما كلف الله تعالى رسوله الكريم سيدنا موسى الكليم عليه السلام بالرسالة، وأيده رب سبحانه وتعالى بالمعجزات الحسية زي معجزة زي العصا، وزي كذلك يد سيدنا موسى التي أدخلها في جيبه وأخرجها بعد ذلك بيضاء شديدة البياض، وأراه ربه سبحانه وتعالى من آياته الكبرى. بعد كل ذلك أمره المولى سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون الذي طغى وتجبر وتكبر. أمره رب سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون لكي يدعوه إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإن يطلق معه كذلك بني إسرائيل ويرسلهم معه. والتكليف الحقيقة بالبلاغ بيستلزم الإعانة والتوفيق، لذا ألهم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام بأن يدعو ربه بهذا الدعاء المبارك. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه الدعوات المباركات سألها سيدنا موسى الكليم عليه السلام، سأل ربه سبحانه وتعالى مستعينا به، طالب العون والمدد لإقدام سيدنا موسى على أمر عظيم وكبير ومخيف، حيث أمره الله تعالى بدعوة أعتى أهل الأرض كفرا وطغيانا وتكبرا وجبروتا وقوة. فرعون الذي ادعى الألوهية كذبا وزورا وافتراء وبهتانا. وبعدين سيدنا موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، وكان سيدنا موسى أمير هذا القصر، فهو يعلم جيدا طبيعة فرعون. ولما كان ذهاب سيدنا موسى إلى فرعون في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت، لأنه ده شيء عظيم، وزي ما قلنا أن سيدنا موسى عليه السلام يعلم جيدا طبيعة فرعون، فكان أنه خافت نفسه وكان فيها نوع من الروع، لأنه عارف المهمة اللي هو داخل عليها. ساعتها سيدنا موسى عليه السلام تلقى التكليف بالاستعانة، فرغب موسى عليه السلام في طلب زوائد الهداية والتوفيق والطمأنينة والسكينة لخطورة وشدة المهمة وصعوبتها اللي هو داخل عليه، عشان تكون الدعوات دي مفاتيح خير وبركة ومعونة لسيدنا موسى عليه السلام. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فموسى عليه السلام دائم الافتقار إلى ألطاف ربه جل جلاله. ليه؟ لأن موسى عليه السلام كان في هذا المقام وفي هذا الحال البهي القدسي يدعوه ويسأله رب اشرح لي صدري، لأن سيدنا موسى كان في صحراء سيناء المباركة يتلقى التكليف بالرسالة، وكانت في آيات ومعجزات وكلم مولاه سبحانه وتعالى. كل هذا التكريم والتشريف لنبي الله موسى عليه السلام لم يذهله أو يجعله ينصرف بقلبه عن دوام الافتقار إلى مولاه وإلى سؤاله المعونة والمدد. فقال رب اشرح لي صدري، لأن الدعاء هو سلاح المؤمن اللي بيستنصر به، الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يستنصر به وكذلك بيستجلب به الخيرات وبيدفع بالدعاء الشرور. والعبد يسأل ربه ويدعوه ملحا في دعائه مفتقرا إلى عطائه، فالله تعالى هو مفيض النعم والبركات والعطايا والمواهب. العبد يسأل ربه
وهو محسن الظن بالله تعالى. فإن الذي يدعو ربه يعطى طلبه على قدر ظنه بربه الكريم، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. يعني العبد يدعو ربه وهو يحسن الظن بمولاه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، كما في رواية الإمام مسلم ولفظ كذلك الإمام البخاري: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تلقى سيدنا موسى عليه السلام الأمر الإلهي والتكليف الرباني: اذهب إلى فرعون إنه طغى، تلقاه بأنه سأل الله تعالى الإعانة على ذلك، مش اغتر بأنه في مقام تشريف وأنه يرى الشجرة التي تتقد نورا وأنوارا وأنه شاف معجزة العصا وأنه ربنا أيده بمعجزة العصا وبمعجزة يده وبغيره وبغيرها من التأييد الرباني لسيدنا موسى. أبدا لم يذهله ذلك، لم يصرفه ذلك عن المثول مفتقرا بين يدي مولاه سبحانه وتعالى يسأله المعونة والسداد والتوفيق فيما هو مقبل عليه، وقال داعيا ربه: رب اشرح لي صدري. الشرح حقيقة الكلمة إنها تقطيع ظاهر شيء لين زي تشريح اللحم كده، واستعير هنا لإزالة ما في نفس الإنسان من خواطر تكدر الإنسان أو إنها تقود إلى أنه يتردد في الإقدام على عمل ما تشبيها بتشريح اللحم. ليه التشبيه ده؟ إيه الجامع بين الاتنين؟ الجامع بين الاتنين التوسعة. أنت ما بتيجي تشرح اللحم بتبتدي تفتحها، وأي زوائد أو عوائق بتمنع التشريح ده أنت بتشيلها، جلد، دهون، أي شيء، فتتسع رقعة اللحم الذي تشرحه بين يديه. الجامع بين اللفظين، واستعير هذا اللفظ للسعة وإزالة العوائق، إزالة العوائق من قلب وعقل وفكر الإنسان اللي تمنعه من أنه يقدم على ما ينوي الإقدام عليه. فسأل موسى ربه بأنه رب اشرح لي صدري، بأن ربنا يوسع صدره، يعني يوسع قلبه بالنور وبالإيمان والحكمة والهدوء. لأنه رب اشرح لي صدري، لو القلب انشرح واتسع، لو ارتاح القلب يتنفس صدر الإنسان بهدوء وسعة وسكينة وطمأنينة، يعني ما يكونش مكروب ولا يكون حرجة، وبالتالي هيخلي الإنسان في حالة مودية ومزاجية أو في حالة من المزاج المعتدل الهانئ الطيب، وده بيتبعه أن يحسن العقل التفكير. فده سؤال سأله سيدنا موسى لربه متصل بحالته النفسية، عايز ثبات وهدوء نفسي عشان يقدر يقدم على هذه المهمة بصبر جميل وأنا وخشوع ورباطة جأش، لأنها مهمة مش سهلة. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سأل سيدنا موسى عليه السلام ربه الطمأنينة حتى يتحمل بصبر جميل وبكل ثبات ما كلفه به ربه. سأل موسى ربه الطمأنينة والسكون حتى يتحمل بصبر قوي وبكل ثبات ما كلفه به ربه، فلا تعوقه الأفكار السلبية. لأن إيه اللي بيعوق الإنسان عن النشاط والسعي؟ الأفكار السلبية اللي منها الخوف واللي منها التردد عن الإقدام على المهمات أو على مهمة الرسالة، لأنه مثل هذه الأمور تشوش على
عقله وقلبه، وتعوقه عن تلقي الوحي بكل وعي وفهم. وسيدنا موسى عليه السلام يعلم أنه بمعونة الله تعالى فقط يملك موسى القوة على خطاب فرعون، لأن موعظة فرعون وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر أمر شديد مش هين، لا يحتمل هذا الوضع والحال ولا يقوى عليه إلا من وسع الله صدره وأعانه، يعني كان عونا له ونصيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يسر لي أمري، التيسير جعل الشيء ميسرا، أي ذا يسر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وخالق الأسباب، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. بسأل الله المعونة وبسأل الله التيسير تتيسر، يعني سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك ومرضاتك، بأن تيسر يا مولاي الأسباب لي، فسهل علي القيام بما كلفتني به من تبليغ الرسالة، وأزل يا مولاي العوائق والموانع، وهون علي ما أواجهه من الشدائد والمعاكسات، وأفض علي من القوة والتيسير ما أستطيع به أن أفي بالعمل، وأستطيع كذلك به على نشر رسالتك وإصلاح خلقك. ده معنى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ومما نستفيد من هذا الدعاء المبارك الذي ألهم به نبي الله موسى عليه السلام، إن من أهم أسباب شرح الصدور بعد، يعني من أهم الأسباب اللي بتعين الإنسان على إنه ينشرح صدره بعد الإيمان بالله تعالى وتوحيده، إحسان الظن بالله تعالى والتوكل عليه والثقة في قضائه وقدره وخفي لطفه. والمتأمل في سيرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من شرح الله تعالى صدره من غير سؤال منه لما قال سبحانه ممتنا عليه: ألم نشرح لك صدرك، يجد أنه عليه الصلاة والسلام قد كان مطمئن القلب هادئ البال حتى في أحلك ظروف وأعنفها وأشدها عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الظروف دي موقف النبي لما كان في الغار مع الصديق رضي الله عنه لما تبعهم المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان موقف شديد وحرج: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكمان من الأسباب المهمة اللي يعني تؤدي إلى انشراح الصدر كثرة الذكر، ذكر الله تعالى. فإن من ضاق صدره وتكدر أمره، وده الناس بتمر به في أوقات وأحيان كثيرة، ذلك الذي يضيق صدره ويتكدر أمره فيرفع إيديه، يرفع أكف الضراعة إلى مولاه ويبث إليه شكواه، وبعدين يذكره مستحضر بقلبه ذكر ربه، يغوص في المعاني بقلبه وعقله ووجدانه وفكره، فإن الله تعالى يفرج عنه ويبدل أحواله من الضيق إلى السعة ومن الحزن إلى الفرح، وكل ذلك على قدر حسن ظن العبد بربه وكثرة ذكره لمولاه ويقينه في عطاء ربه سبحانه وتعالى، ورضا العبد بقضاء الله وقدره. يفرج المولى سبحانه وتعالى الكروب والهموم، لأنه الذي يجيب الدعاء
ويشرح الصدور ويزيل الهموم ويكشف الغموم. لذا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدعاء اللي احنا هنقوله نختم بيه، وتشوف ثقة سيدنا رسول الله، يقين النبي في مولاه. كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة أون. مرحبا بالجميع. ناخد أسئلة حضراتكم. أستاذ محمود. ألو. أهلا يا أستاذ محمود، اتفضل. كنت عايز أسأل زكاة الفطر قد كام؟ عن زكاة الفطر مقدارها كام؟ حاضر. حاضر. في حاجة تانية؟ لا تمام. شكرا. أستاذة إيمان. ألو. أهلا يا أستاذة إيمان. ازيك يا دكتورة نادية؟ الحمد لله يا أستاذة إيمان، اتفضلي. دلوقتي يا دكتور، لو أنا بشتغل وعاوزة أصلي يعني وأنا في الشغل، ينفع أتوضى وأصلي بالحذاء؟ يعني لو حضرتك بتعملي وبعدين عايزة تتوضي. أيوة. وتعملي إيه؟ وأصلي، ينفع أصلي بالحذاء؟ ينفع أصلي وأنا في الكوتش يعني؟ حاضر. يعني قصدك تمسحي على الحذاء وتصلي بيه كمان ولا ايه؟ انا فهمتك صح ولا غلط؟ لا يعني انا العب كوتشي واصلي واتوضى عادي والبسه تاني واصلي بيه. حاضر. اسالي عن جواز الصلاه بالحذاء. حاضر. أيوة. شكرا. أيوة. استاذه اميره. استاذه اميره اتفضلي. طيب هنطلع، معلش عشان الوقت النهارده ضيق، هنطلع مع حضراتكم لكتابنا، كتاب قلوب عامر. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا، فبيبقى فيه بعض الاخطاء فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيحنا لسورة الإنسان. نستأذن حضراتكم في استحضار المصاحف ونبدأ مع بعض على بركة الله تعالى. يلا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم
بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا المجموعة اللي قالت الهمس أنا انبسطت منه فيه وذللت ده حرف من حروف الهمس لازم يجري شوية نفس مع الصوت عشان الصوت معايا يبان لضعف الاعتماد على مخرج الحرف فأنا لازم أجري شوية نفس عجبتني ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا قطوفها تذليلا قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا مش قد قدروها قد عينيكوا هنا قد قدروها تقديرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا تسمى سلسبيلا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم ويطوف ويطوف فعل مضارع ويطوف يعني الأبرار المؤمنين في النعيم اللي هيكونوا فيه يوم القيامة ولدان غلمان كده صغار خدم بيخدموا الأبرار عاملين زي اللؤلؤ كده كأنها اللؤلؤ المنتشر ويطوفوا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لأنه الآية وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك في الجنة للأبرار نعيم وملك عظيم وصفاتهم إيه كمان ده من الشرب والكاسات اللي هيشربوا فيها وصفها لنا بدقة وحتى هيبقوا لابسين إيه عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا مش وحلوا 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 هيبقوا هم مزينين بالأساور اللي من فضة شوف الزينة في الملبس وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل الفاصل الأستاذ محمود كان بيسأل عن قدر زكاة الفطر عن الفرد الواحد المفتى به هذا العام 35 جنيه على الفرد الواحد كحد أدنى وفي رمضان هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. بنقول حد أدنى يعني لو أنا عايزة أطلع أكتر من كده عن الفرد براحتي لكن هذا هو أقل شيء يخرج عن الفرد الواحد. بالنسبة للأستاذة إيمان إنها بتصلي في العمل بتتوضى وبتصلي وهي لابسة الحذاء بتاعها فهل هي بتقول إنه ده يجوز لي الصلاة في الحذاء أم لا؟ الصلاة في النعال من السنة
لكن بشرط انها تكون طاهره من اي نجاسه تصيبها. فنتاكد انه الحذاء طاهر. صاحبه السؤال استاذه ايمان. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله اللهم حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.